مشروع صناع الرأي انطلق بلبنان. من أصل أكثر من 200 استمارة، اخترنا 67 مشترك لينتقلوا معنا لمرحلة التصفيات. بهالمرحلة أعضاء لجنة التحكيم تعرفوا على المشتركين عن قرب، اختاروا 30 شاب وصبية لينموا قدراتهم من خلال تدريبات مكثفة على أمل يصيروا صناع رأي المستقبل ويشاركونا بمناظرات متلفزة على عدد من القنوات اللبنانية. بين مين بيعتبرها الحل للأزمة السياسية العميقة بالبلد واللي بيشوفها بداية للتقسيم وتعزيز التشرذم الطائفي، الفيدرالية طرح قديم عم بيتجدد، وهو اللي دفع مبادرة مناظرة لطرح سؤال: شو قولك؟ الفيدرالية نموذج صالح للحكم بلبنان؟ هذا الموضوع اللي حيتناظر فيه كل من روان إبراهيم وشرب العرب بحلقة هيدا الأسبوع من برنامج شو قولك. بين مين بيشوف إنه الصندوق السيادة مدخل للسطو على أملاك الدولة، ومين بيشوفه شرط أساسي للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية؟ جدل بيتجدد بين القوى السياسية واللبنانيين، وهو اللي دفع مبادرة مناظرة لطرح سؤال: شو قولك؟ الصندوق السيادة مخرج للأزمة؟ هذا الموضوع اللي حيتناظر فيه كل من ميريام يمين وريجينا العنس. ببلد متنوع طائفياً بيخضع فيه اللبنانيين بأحوالهم الشخصية للقوانين الدينية، في مين بيشوف إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية ضرورة للمساواة بين اللبنانيات واللبنانيين، بوقت بعارضوا البعض وبيشوف أنه بخالف الأديان والشرائع وفي يحدث خلل بالتوازن المجتمعي. وبين الفريقين جدل بيتجدد وقوانين بتنطرح، وهو اللي دفع مبادرة مناظرة لطرح سؤال: شو قولك؟ بدأ قانون موحد للأحوال الشخصية بلبنان؟ هيدا الموضوع اللي حيتناظر فيه كل من زينة سلامة وملك عز الدين. عبواب نهاية العام الدراسي كان من الأصعب بالسنوات الأخيرة، والأراء عم تتضارب والجدل قائم بين مين بيشوف ضرورة إلغاء الامتحانات الرسمية بظل غياب العدالة التعليمية، ومين بيشوف إنه هيك خطوة بتهدد جودة التعليم ومستوى الطلاب، وهو اللي دفع مبادرة مناظرة لطرح سؤال: شو قولك؟ إلغاء الامتحانات الرسمية حاجة اليوم بلبنان؟ هيدا الموضوع يلي رح يتناظر فيه فضيلة وهبة وسارة المشطوب. الجدل مستمر بين اللبنانيين اللي عائدين الأمال على موسم سياحي حينتشل لبنان من الأزمة، واللي بيشوفه إنها توقعات مبالغ فيها، وهو اللي دفع مبادرة مناظرة لطرح سؤال: شو قولك؟ مليونين سائح بيرجعوا الازدهار للبنان؟ هيدا الموضوع اللي حيتناظر فيه كل من زينب عثمان وفراس الحج محمد. جيل لجيل انتقلت رئاسة أحزاب سياسية بلبنان بوقت كتار بيشوفوا أنه للوراثة تأثير سلبي على تداول السلطة والحياة السياسية، وهو اللي دفع مبادرة مناظرة لطرح سؤال: شو قولك؟ الوراثة عائق أمام الحياة السياسية بلبنان؟ هيدا الموضوع اللي حيتناظر فيه كل من أدهم ياسين وبلال الحلبة. شو قولك؟ الجمعة 9:30 المساء ببث مباشر موحد على عدد من القنوات التلفزيونية والإذاعات.